صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، عافه يا ربنا واعف عنه، اللهم وابده دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وولدا خيرا من ولده. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل يا ربنا قبره حفرة من حفر النار، اللهم اجعل قبره نورا، عن يمينه نورا، عن شماله نورا، من فوقه ومن تحته يا ربنا نورا. اللهم اجعل له القرآن في قبره مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط هاديا ونصيرا. اللهم اجعل القرآن قائده إلى الجنة، واجعل اللهم بالقرآن نجاته من النار. اللهم وأطعمه من طعام أهل الجنة، واسقه يا ربنا من شراب أهل الجنة، وألبسه يا ربنا من لباس أهل الجنة، واسقه يا ربنا من يد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم شفع فيه الصيام، وشفع فيه القيام، وشفع فيه نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وتقبل منه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، أكرم يا ربنا ضيافته، اللهم وأكرم ضيافته، وآنس وحشته، واجعل هذه الساعة عليه ساعة برد وسلام، اللهم واجعل هذه الساعة عليه ساعة برد وسلام، اللهم وثبته عند السؤال، اللهم وثبته عند السؤال، لقنه يا ربنا حجته، وارزقه يا ربنا التوفيق والقبول فيها، واجعله يا ربنا يقول بلسان طلق ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما سترته في الدنيا فاستره يا ربنا في الآخرة، اللهم استره يا ربنا فوق الأرض وتحت الأرض، واستره يا ربنا يوم العرض عليه. اللهم ولا تفرح بين خلقك ولا بين يديك، اللهم وادخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، ومتعه يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنه قد نزل بك في خير الأيام، ونزل بك في يوم الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وأكرم نزله ببركة الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم عامله يا ربنا بما أنت أهله، فإنك يا ربنا أهل التقوى وأهل المغفرة،
اللهم اربط على قلب ذويه بالصبر والسلوان. اللهم اربط على قلب ذويه بالصبر والسلوان. وألهمهم يا ربنا الرضا بقضائك وقدرك فيهم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع موتانا وموتى المسلمين. وتقبل منا يا ربنا له الدعاء. اللهم وتقبل منا له الدعاء. واجعله يا ربنا رفعة له في الدرجات. ببركة وبفضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. القرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا
نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما عذبنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم فإن مسكنتم عند أنتم قوم مسرفون.